بهذا اليوم البهيج على قلوبكم الشدي بعطر أمانيكم
الدور. الدكتور جهاد عبد الله. الدكتورة هبة فارس. بنقدم كل التهاني والتبريكات بتخريج هذا الفوج
من طلبة كلية الزراعة لهذا العام 2015، وطبعا نبعث بأجمل التهاني والتبريكات لذوي الخريجين والخريجات بهذه المناسبة. طبعا بيأتي هذا التخرج في هذا السنة تحت طبعا في ذكرى استشهاد القائد زياد أبو عين اللي قضى في سبيل الأرض وفي سبيل زراعة الأرض وفلاحة الأرض. فكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحفل واللي تسمية هذا الفوج باسم فوج زياد أبو عين. باسم رئاسة الجامعة الأستاذ دكتور رامي حمد الله، وباسم القائم بالأعمال الأستاذ دكتور ماهر النتشي، وباسم مجلس العمداء، احنا بنقدم كل الشكر والتقدير للزملاء اللي قائمين على هذا الحفل. بقدم شكري وتقديري ايضا لكل الاخوة المشاركين والمشاركات. كلية الزراعة لهذا العام قمنا بتوقيع اكثر من اتفاقية مع جهات مماثلة جامعات عالمية، كذلك عدد الطلبة اصبح يعني بازدياد مستمر. هناك عدد من الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الزراعي، مع نقابة المهندسين الزراعيين أيضا، وهناك إن شاء الله هو تطوير في بعض الأقسام خاصة في الدراسات العليا، دراسة الماجستير. كذلك في قسم التغذية استقبلنا عدد من الزملاء، عيننا عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الأستاذة علا عنبتاوي، والتحق إلينا الدكتور سامر مدلل في قسم التغذية. نحن نسعى لتطوير المرافق ولتطوير مرافق المزرعة من أجل استيعاب الطلبة بعدد أكبر، ومن أجل تقديم أفضل تعليم وتدريب للطلبة من خلال المزرعة ومن خلال مرافقها ومن خلال المشاتل الزراعية الموجودة في فلسطين. نحن بنمد يد التعاون لكل الشركات المماثلة في كافة القطاعات سواء الزراعية أو في الطب البيطري، وإحنا نتمنى للخريجين حياة ملؤها النجاح والتوفيق، وبنسعى أيضا أنه يعني نجد فرص عمل لهؤلاء الخريجين ولهؤلاء المهندسين. طالبة هالأرشاد من كلية الزراعة والطب البيطري تخصص تغذية وتصنيع غذائي، فرحان كثير بهاليوم إن شاء الله، يعني كل طلاب الخريجين أهاليهم بفرحوا فيهم، والله يتعمل فرحة لكل واحد بتمناها يا رب. اسمي مآثر مؤيد شلبة، طالبة كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح الوطنية. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين صرت سنة رابعة من الخريجين، قضيت الأربع سنين الحمد لله بالجد والاجتهاد والتفوق، كنت الأولى على قسمي خلال الأربع سنوات، وطبعا الفضل بيعود لرب العالمين، الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. والشكر طبعا لدكاترتي بالقسم ولأهلي، دكاترتي طبعا ما قصروا نهائيا، كانوا من الدكاترة الرائعين جدا، بذلوا كل جهدهم للوصول لأعلى، لوصولنا لأعلى الدرجات، وبشكرهم، بشكر عميد كليتنا وبشكر كل القائمين على الحفل. أنا طاهر أحمد أبو الوفا من كلية الزراعة، خريج في هذا الفصل الدراسي. إحنا هذا الفصل ناسقين حفلة لطلبة كلية الزراعة اللي تخرجوا في هذا الفصل. طبعاً كان في شركات داعمة إلنا مثل شركات زراعية، بنشكرهم كثير طبعاً لدعمهم إلنا لهذه الحفلة. طبعاً دعم كان مادي، ومن الشركات برضو كان دعم معنوي. إحنا بس بنحب نوجه رسالة لهذه الشركات إنه يعني إنه ممكن يتيحوا لنا فرص عمل بعد هذا التخرج، يعني الواحد تعب ودرس، فيعني إذا بيكون في توفر لفرص العمل في السوق الفلسطيني بيكون أحسن، يعني من إنه الخريج يدور على شغل بعد التخرج مش راح يلاقي. فيعني إحنا بنشكر القائمين على هاي الحفلة اليوم، بنشكر الداعمين الرسميين، بنشكر دكاترة الكلية اللي ساعدونا نصل لهاي الدرجة، وبنشكر عميد الكلية الدكتور سليمان الخليل، وشكرا لكم لتلفزيون السلام.